ونجدد اللقاء فيكم مشاهدينا في هذه الفقرة الصحية اللي راح تحدثنا خصيصا فيها أخصائية تغذية سارة دمشقية عن العادات الغذائية الصحية. دام رمضان بقبال نبي نتكلم عن العادات الصحية في رمضان. حياك الله سارة. تسلم يا حياك الله منورتنا يا غالية. تسلم. نبي ناكل برمضان على راحتنا. شو الطريقة؟ فينا ناكل على راحتنا إذا أكلنا صح وأكل صحي أكيد. حلو. بنروح وياك لدايت كير. نعم. شنو الاشتراكات الجديدة اللي راح تقدمونها في رمضان؟ حاليا هيدي السنة برمضان عم نقدم كذا اشتراك جديد من لأنه كلنا عنا بالاحتياجات خاصة برمضان. حلو. ومن وراء عملائنا شو كانوا عم يطلبوا هيديك السنة فزودنا كذا اشتراك برمضان. في الاشتراك الكامل يلي هو 3 وجبات، الفطور والسحور والغبقة كمان. شنو؟ الغبقة. 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 أوكي. وفي اشتراك الوجبتين يلي هن يا بيكونوا فطور وسحور أو بيكونوا فطور وغبقة، وفي يلي بدهم بس وجبة واحدة موجودين. والاشتراكات برمضان مميزين لأنه نحن عادة اشتراكنا شهر يعني 28 يوم. حلو. بس برمضان حيكون للشهر الفضيل كله يعني 30 يوم حيكون الاشتراك. وكله صحي. كله صحي. أكيد. زين ذكرتي قبل شوي 3 وجبات، في بعض الناس يعني يحاول بطريقته أنه بيسوي دايت معين ياخذ وجبه واحده برمضان، هذا شيء صحي ولا؟ هيدا اكبر غلط معقول الناس يعملوه برمضان، لانه طبيعي برمضان بتقل نسبه الحرق او الميتابوليزم. كل ما قلت نسبه الحرق لانه عم نكون عم نقضي فتره اطول من 6 ساعات ما عم ناكل فيها، فطبيعي يبطا الحرق. ونحن لما بناكل بس وجبه واحده بنصير كمان بنبطئ الحرق او الميتابوليزم زياده. فحتى لو نحفوا برمضان اذا كان هدفهم انه ينحفوا خلال الشهر، مجرد ما خلص رمضان ورجعوا ياكلوا طبيعي حيرجع يزيد وزنهم بطريقه كثير سريعه. مشكله كثير من الصيام. خلينا نقول دايت كير اكيد مميزين ان منيوكم دائما متجدد. نبي نعرف رمضان هالسنه 2017 شنو الجديد في منيو دايت كير يفرق عن رمضان اللي طاف؟ هلا كل سنه المنيو بيكون متميز، ونحن دائما كل رمضان بنخصص منيو خصوصي لرمضان. دائما بيكون في اطباق الكويتية الأوريجينال، مثل هوني عنا الهريس، الجريش، التشريبة كمان. وفي أطباق بتكون انترناشنال يعني في الباستاز. وهالسنة كتير اشتغلنا على المقبلات وعلى الحلويات لأنه الناس برمضان كتير بتشتهي الحلو، فكتير اشتغلنا على أنواع الحلويات تكون كمان عربية، مثل هون جايبين حلاوة الجبن، الأم علي أو المهلبية، لأنه كتير ناس بتحب رمضان المهلبية هيك بتحب، لازم شيء ضروري هذا بتمرد على قلبها. وفي كمان أنواع التشيز كيك، كمان أنواع التشوكلت ديزرت، يعني اشتغلنا عليهم مزبوط. قاعد نشوف أطباق تراديشنال، قاعد نشوف اليريش، قاعد نشوف الهريس. نعم. قبل شوي قبل الهوى محمد سألت سؤال وأنا بسألك إياه على الهوى، في مندي؟ في مندي برمضان؟ ما في مندي. ما في مندي برمضان. ما في مندي. في كبسه، في برياني، في مجبوس. لا ما جايبينه لانه موجود كمان، موجودين يعني بمنيو رمضان وبالمنيوات العاديه. نحن لا جبنا اطباق خاصه بزودناها برمضان. شيء يعني في اقبال اكثر شيء قاعد نشوف على الرز او نقدر نقول الماكولات التراديشنال، بس برمضان الصايم يحتاج كميه سوائل كبيره، وجبات غنيه بسعرات حرارية تعوض صيامه. شلون حرصتوا على هالنقطة في دايت كير؟ هلا اكيد مثل ما قلتي حضرتك السوائل كثير مهمة برمضان، خصوصا انه هالسنة جاي رمضان بفصل الصيف. صح. لازم يحرص الصايم انه يشرب كمية الماء المطلوبة اللي هي اقل شيء لتر ونص. بس الغلط يلي بيعملوه انه يا بيشربوا كل المي عند الفطور او عند السحور، هيك ما بيستفيدوا من المي اللي شربوه، وكمان معقول يعملهم عسر بالهضم. صح. فلازم نقسم المي خلال الفترة اللي بعد الفطور. كمان يلي لازم نعمله انه لازم ناخد حاجتنا من السوائل من المأكولات، يعني في مثلا الخضرة، الفاكهة، هيدي فيها نسبة مي عالية، ففينا نغذي حالنا من وراها. واكيد الشوربة والألبان هيدي كمان حتعطينا حاجتنا من السوائل. حلو. تاني شي منركز عليه لحتى غير ان العطش هو الجوع، فلازم الاكل دائما خصوصي وقت السحور لازم الاكل يكون فيه نحن شيء بنسميه كومبلكس كاربس او النشويات المعقده، مثل مثلا القمح الكامل، هدول الخضار، السلطات لازم نركز عليها بالسحور لحتى ما نحس بالجوع ثاني يوم. حلو. الحين مثلا انا اشتركت وياكم في دايت كير لشهر رمضان. حلو.
راح تقدمون لي الوجبات الثلاثة أو إذا كان اشتراك كامل أو غير كامل، مثلا وجبتين أو شيء، بس تقدمون لي هذه الوجبات في متابعة من قبلكم فيه ولا؟ أكيد 100%. الاشتراك بيشمل أكيد التوصيل إذا بتحب توصيل للبيت أو للمكان العمل، وكمان بيشمل الفحص الدهون الشامل، فحص الجسم الشامل اللي فيه نسبة الدهون، نسبة العضل ونسبة المي، مع متابعة أسبوعية من أخصائية التغذية أكيد. يعني قاعد نشوف من متابعة الناس لكم من زيارتهم لكم، هل في إقبال على الوجبات الغذائية الصحية برمضان؟ يعني هل في أمل أن الواحد ممكن ينزل وزنه مع هالكربوهيدرات؟ شوفي، هو برمضان صعب الرجيم أكيد، بس الجود نيوز أو الخبر الحلو أنه إذا حدا صعوبته أول يومين لأنه بيكون صايم وصايم بيتشهى، بس بعدين بيتعودوا، إذا التزموا نزول بيكون كتير سريع، لأنه الرمضان أصلا شهر الجسم لحاله بيعمل ديتوكس، يعني بيخلص حاله من السموم، ونزول الوزن بيكون كتير أسرع برمضان. صحيح. فلازم يستغلوا هالشهر. معلومة حلوة والله. ننزل أكثر. نعم. محمد أنت مثلي، أنا أكل بعيوني. لا انت لا تقلي صج، اكل بعيونك كيفش. لا والله صراحه يعني فعلا الاكل طريقه الديسبلاي وايد حلوه، يعني من شيء هذا يشجعنا. صحيح. ان ناكل، مثل ما قلت اكل بعيوني، عيني تشتهي الاكل. ارجوك اكل بعيونك، لا تاكلين الهواء ان شاء الله. لكن سؤال الحين، في جدول تقدمونه من خلال الاشتراكات للوجبات المتخصصه اللي بياكل بشكل صحي ويستمر في اكله من ناحيه الدايت؟ نعم. زين، في اذا احد عميل لكم يطلب وجبات معينه ترتبون له؟ يعني هو يطلب شغلات معينه، يقول ابي الوجبه هذه موجوده، العيش موجود، الشربات موجود كذي، وتوفرون له؟ اكيد هيدا مع متابعه اخصائيه التغذيه بتقول له، لانه يمكن الشخص بيكون عم يطلب وجبات بس يمكن ما بيناسب جسمه او ما منيحه لحالته الصحيه، فبالتنسيق مع اخصائيه التغذيه اكيد كل هيدا بيتوفر. وفي اللي ما بدهم يشتركوا كمان فيهم مثل ما قلت، يطلبوا بس الوجبات من خلال مراكز البيع، بطلبات كمان موجود، يعني بكل المواقع موجودين كمان. رايك اسالك سؤال ثاني، تفضل. شنو الاخطاء الشائعه في رمضان؟ الاخطاء الشائعه نحن قلنا غلط، اول غلط يلي انه الناس ما بتاكل. حلو. ثاني شيء الغلط يلي اغلبيه الناس بتوقع فيه هو انه بيشربوا العصائر كانه ما فيها سعرات حراريه ابدا، فبيزيد الوزن. وكمان في كثير ناس بيعلى عندهم الكوليسترول والدهون الثلاثيه لانه العصائر كثير عاليه بالسكريات. نعم. فاهم شيء ناخذ البدائل الصحيه للعصائر، واذا كنا بدنا ناخذ من العصائر المعلبه نخففها قد ما فينا بالمي، ما نشربها كل يوم، نخففها قد ما فينا بالمي، وما كثير نزود لها سكر، إذا بدنا نزود لها سكر بنزود لها شوي محلي وبس. يعني أعوض المشروبات هذه من خلال المي؟ المي كثير منيح، الألبان كثير مهمة كمان برمضان، الحليب، الروب، اللبن، يعني كمان كثير مهمين برمضان. بعد ممكن تكون وجبة سحور حلوة. صحيح صحيح. وما تزيد الوزن. ما بتزيد، صح. شكرا سارة على هالمعلومات، نقدر نقول دوز ودونت برمضان. فعلا فتينا جدا بهالمعلومات القيمة، ونتمنى إن شاء الله أن الناس تستفيد من هالنصايح. شربوا ماء وايد عشان تتفادون العطش في رمضان. سارة دمشقية من دايت كير، كل الشكر لك. شكرا لك. تسلم. شكرا لك. طبعا فاصل المشاهدين، وراح نكمل مشوارنا في حلقة الليلة والإتيكيت بعد هذا الفاصل.